زيارة تاريخية لبابا الفاتيكان إلى دولة الإمارات، الأهمية والرسائل. هل المستهلك العربي مستغل أم أنه لا يعلم الفوارق بين الأسعار في البلاد؟ الزواج المدني في البلاد، ما بين الحاجة والمعيقات؟ وأسئلة حول نجاعة العمليات الجراحية للانزلاق الغضروفي. جولات في الطبيعة، طابعها مختلف ومضامينها مغايرة. من عروس البحر حيفا، صباحنا غير، حلقة جديدة، السادس من شبع فبراير 2019. وحلقة متنوعة جديدة رح تكون بطاقاتها العالية وأخبارها وعناوينها ومضامينها المتفرقة والجميلة. صح. عندك الأخبار. البداية مع الأخبار ومع أبرز العناوين الإخبارية اللي تصدرت مواقع الأخبار، وتحديدا نبدأ بخبرنا الأول من قرية كفر مندا الجليلية، والحديث عن تجدد الشجار على خلفية انتخابات السلطات المحلية في البلدة بين عائلات متنازعة على الرئاسة، الأمر الذي أدى إلى اعتقال عدد من المشتبهين الذين تواجدوا في المكان، ووصل عددهم إلى 42 مشتبها، كما تم ضبط عشرات المفرقعات التي استخدمت في الشجار. نبقى في الجليل وإلى مدينة سخنين، وبالتحديد ملف الأرض والمسكن، ومواطن يهدم منزله بيده بعد تسلمه أمر الهدم لمنزله الجديد الذي قام ببنائه بعد صدور أمر هدم لبيته السابق الذي قامت السلطات والشرطة بهدمه، وتتكون عائلة المواطن السخنيني من زوجته وأربعة أبناء. من سخنين إلى مدينة حيفا، حيث نظرت محكمة الصلح في قضيتي الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية ورجا غبري القيادي في حركة أبناء البلد، وهما من نفس المدينة أم الفحم. يذكر أن النظر في قضيتي القياديين المختلفتين يأتي بعد فترة طويلة ما بين الاعتقال والحبس المنزلي. نبقى في مدينة حيفا والحديث عن إصابتين في انفجار داخل مطعم أسفر عن إصابة شخصين وصفت جراحهما بأنها متوسطة أو بين المتوسطة والطفيفة. طواقم الإنقاذ والإطفاء والإسعاف حضرت إلى المكان، وفتحت الشرطة ملفاً للتحقيق في ملابسات هذا الحادث. إلى خبر مغاير وإلى مدينة القدس بالتحديد، حيث قام وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرييل قام باقتحام المسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعة من المستوطنين المتطرفين، وذلك بحماية عناصر الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال. ويأتي اقتحام الوزير الإسرائيلي بعد يوم من اقتحام قائد شرطة الاحتلال في القدس للمسجد على رأس مجموعة من ضباط شرطة الاحتلال. وأخيراً إلى ملف المشهد السياسي الإسرائيلي، والحديث هنا عن الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود الحاكم، بحيث تشير التقديرات إلى أن 8 أعضاء كنيسة على الأقل من الليكود سوف يغادرون مواقعهم في أعقاب هذه الانتخابات التي يتنافس فيها 150 مرشح على أول 30 مقعد. هي كانت عناوين الأخبار في هذا الصباح. رح ننتقل مع الزميل دوريد البداية من أي موقع أو صحيفي. بداية رح نكون مع نقلا عن موقع بكرة، وفي العنوان الأول نتحدث عن تصريح لعبد الرحيم عودي: سنتظاهر ليعرفوا أن الهدم قضية شعب بأكمله. على خلفية المظاهرة القطرية التي ستكون يوم الجمعة احتجاجا على هدم البيوت ومنع البناء، قال عبد الرحيم عودة من الحراك الشبابي إن الهدف هو إيصال الصوت للجميع، وليعرفوا أن القضية هي قضية شعب بأكمله وليست قضية قلنسوة وحدها. فقد سمعنا رئيس الحكومة كيف يتفاخر بزيادة الهدم في المجتمع العربي، وخصيصا متحدث ما بين 2017 و2018. نعم. من هذا العنوان نحن في الصحافة الإسرائيلية، في صحيفة هآرتس استطلاع إسرائيلي: اليمين يتقدم على اليسار الوسط. يشير هذا الاستطلاع، استطلاع للرأي العام نشرته صحيفة هآرتس العبرية، إلى أنه لو أجريت الانتخابات الإسرائيلية اليوم لكان حزب الليكود سيحصل على 30 مقعداً، أي عدد مماثل لعدد مقاعده في الكنيسة الحالية، وسيحل في المرتبة الثانية حزب المناعة لإسرائيل مع 22
مقعدا. في المقابل نسبة 67% من المشاركين في هذا الاستطلاع يعتبرون غانتس يساريا أو يساريا يميل إلى الوسط. كثير تغييرات في هذه الانتخابات القادمة رح نشهدها أكثر بعد أكثر وأكثر وأكثر. أما الآن نتجه إلى صحيفة يدعوت الأحرونوت الإسرائيلية والجالية اليهودية في إمارة دبي تظهر على الملأ. في تفاصيل الخبر، الجالية اليهودية في إمارة دبي تظهر على الملأ وتعلن الاعتراف رسميا بشرعية الجالية اليهودية المحلية. يأتي ذلك بمناسبة زيارة قداسة البابا فرانسيس لدولة الإمارات لتعزيز التيار الإسلامي المعتدل والمتسامح حسب هذه الصحيفة. نبقى مع يديعوت أحرونوت وخبر عن تعرض نتنياهو لوعكة صحية. وفي التفاصيل، تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوعكة صحية ما اضطره لإلغاء لقاءات كانت مقررة. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن نتنياهو ألغى لقاء كان مقرر مع الرئيس النمساوي، بالإضافة لإلغائه حضور مناورة للواء جولاني بسبب هذه الوعكة الصحية. وهذا خبر دوريد اللي أكثر من صحيفة تناولت في هذا الصباح. 100% بقون في نفس الصحيفة. نقلا عن يدعوت أحرونوت، نتحدث عن 82 مهاجرا جديدا من إثيوبيا يصلون إلى مدينة تل أبيب، ووصل 82 مهاجرا جديدا من إثيوبيا إلى مطار بن غوريون في تل أبيب. يأتي ذلك بعدما سمحت الحكومة الإسرائيلية بوصول المهاجرين إلى إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول عام 2018. وبحسب يدعوت أحرونوت، فإنه بحلول شهر سبتمبر أي أيلول المقبل سيصل 918 مهاجرا جديدا إلى إسرائيل. ما زلنا مع إسرائيل هيوم. وعودي إلى ملفات الفساد التي تحيط بعائلة نتنياهو. وجاء في إسرائيل هيوم اليوم المطالبة بإدانة جنائية لزوجة نتنياهو. وفي التفاصيل، طالب النائب العام الإسرائيلي بإدانة جنائية لسارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ودعا النائب العام إلى رفض طلب مدير مكتب نتنياهو السابق، وأصر على إدانة جنائية لسارة نتنياهو في ملف منزل رئيس الوزراء والإساءة في إنفاق المال العام. يعني بتوقع بهذه الفترة كمان راح تستمر أو يستمر الحديث عن هذه الملفات لعائلة نتنياهو، وهي ليست جديدة. صحيح، ما نعرف شو ممكن يصير كمان مستقبلا. إسرائيل هيوم، وعريضة إسرائيلية تتعهد بتوطين 2 مليون مستوطن بالضفة. وتفاصيل هذا الخبر، العشرات من الوزراء وأعضاء الكنيسة الإسرائيلي التابعين لأحزاب يمينية منها حزب الليكود وقعوا على عريضة يتعهدون فيها بالعمل على توطين 2 مليون مستوطن في الضفة الغربية. وبحسب الصحيفة، فإن هذه العريضة التي بادرت إليها حركة استيطانية والهدف منها تطبيق خطة إسحاق شامير رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق. ومن هذا العنوان ننتقل إلى صحافي الفلسطيني، ونقلا عن وكالة وفا الإخباري، 28 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين فقط في الشهر الماضي. رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 28 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين خلال شهر كانون الثاني يناير الماضي. وأوضحت وفا في تقريرها الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية للصحفيين أن مسلسل الانتهاكات ما زال متواصلا مستمرا بحق الصحفيين بشكل دقيق ومخطط، وذلك بهدف لتغطية على ما تقترفه من جرائم بحق المدنيين الأبرياء العزل في فلسطين. نعم. أما الآن بكون في نفس الصحيفة واختبار، لكن من نوع آخر. نتحدث عن الخارجية الفلسطينية، وتقول إن الإعدامات الميدانية تضع الجنائية الدولية ومصداقيتها أمام اختبار حقيقي. وأقدمت قوات الاحتلال على ارتكاب جريمة إعدام ميداني بشعة قرب حاجز الجلمي، استشهد جراؤها الشاب عبد الله طوالبي الذي يبلغ من العمر 19 عاما من قرية الجلمي، وإصابة الفتى عمر أبو حناني 16 عاما من قرية عراني. وحاول الاحتلال تغليف جريمته والتغطية عليها عبر نسج واختلاق روايات كاذبة في تناقض واضح كشف زيفها العديد من شهود العين. يعني في هذول الخبرين الأخيرين دوريد عم نحكي على انتهاك واضح وصارخ لحقوق الإنسان بشكل عام. مش أول مرة نتحدث عن الاعتداء على الصحفيين في الميدان، على الطلاق، وشهدنا القتل والاعتقالات الميدانية من 2003 طبعا سابقا. يعني
صحفيين أو مصورين صحفيين حتى استشهدوا، أيضا ممرضين وممرضات من الطواقم الصحية، ورح نتحدث ونتوقف عند هذه العناوين مجددا.